يعني اصل الدوري برضو والمحلي حاجة طبعا كويسة، وان احنا محافظين عليه حاجة كويسة، بس هو برضو مش حلم. تطلبي ايه من المسؤولين على كرة اليد في مصر وتقول لهم ايه بصراحة شديدة عن منتخب السيدات؟ اطلب ان يبقى في منتخب سيدات عشان احنا فينا ناس كتير كويسة، واطلب ان مش من يوم وليلة يتحقق نتائج كويسة. يعني مش هيعملونا النهاردة بكرة ناخد افريقيا، يعني ما فيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها ان احنا نخش ونحتك وبطولات ودية، وعلى الاقل يدونا 3 4 سنين نعرف حتى نكون احتكينا بالبطولات وبالناس اللي بره، علشان نعرف يعني نوصل لحاجة كويسة، يعني او نخش مربع مثلا على الاقل. تمام. كابتن ياسر، هي ظاهرة الساعة عن سيدات مصر في كرة اليد بالذات، ما عندناش منتخب سيدات، الفرقه ما بتسافرش بطولات افريقيه كتير بره مصر، فاكيد زي ما هي عياره بتقول لي الاحتكاك 3 4 سنين هيختلف الوضع، رايك ايه بصراحه؟ بصراحه طبعا كلام صح. النهارده لو اتكلم كنادي ما بشترك في السنه مرتين على الاقل، في خلال سنتين او خلال 3 سنين تقدر تبقى موجود في المربع ومجلس الإدارة ما بيبخلش عن أي تدعيم، أعتقد أن أنت ممكن تلاقي نفسك بطل أفريقيا في خلال 3 سنين. 3 سنين مختلف معاك شوية، لأن برضو فرق أنجولا فرق صعبة. ما أنا بقول مجلس الإدارة بيدعم، عشان كده بقول لك مجلس الإدارة ما بيبخلش على النادي الأهلي بحاجة، تمام، وما خدش على فرقه الهاندبول بحاجه. النهارده لو في تدعيم انت ليك الحق في 2، اعتقد ان انت ممكن تنافس على بطوله افريقيا. تمام. كابتن عاطف، كلام كتير معاك انت شخصيا، لكن في